عايش أنا سلطان زماني لا عندي كاني ولا مان رزقي على رب العباد بهالدنيا أنا ما فيني أرجع البيت كل يوم إذا أنا ما لفيت كل حارة بحواري الشام ولعيوني أنا غنيت Tell me my darling, my darling, tell me Tell me you love me ودمك من دمي Tell me my darling, my darling, tell me Tell me you love me ودمك من دمي أنا لا ترك my father لجلك وأمي Come on my darling, ليه ترحلونا على دلعونا وعلى دلعونا باي باي الغرب الوطن حنونا على دلعونا وعلى دلعونا كمان ماي دارلينج لترحلونا هالدنيا ما فيها ولا شي بتقطش وبترجع تنسي ناس ما في معها تعيش وناس بدها تاخد كل شي وناس بدها تاخد كل شي نسهر وعدنا ستار راح الولف صفار ويلي ويلي One day you will come back One day you will come back ناكل ونشرب معاك ويلي ويلي يا يما وين الزمن وداني كنا بسوريا صرنا بعجماني سوق الحمدية وشارع الحمرة صرنا بالجميرة وبرشا وميداني تاتي عليهم يا روحي تاتي ويلو اللي ما يحبش الإماراتي انت بالدنيا عمري وحياتي خلهم يطقوا اللي بيكرهونا بس احنا الفتنة بالحيل عند البحر هذا الكبير لا يعني الشعر ولا يعني الوحي تميت انا تعبان واسير وينك يا ابو جانتي لا طلع الشعر ولا شيء تقولي عند البحر بيطلع الشعر ويني وينه تدرون يا ابوي خلاص خلاص ما لعيش بهالدنيا أخير شيء يقولون هذا بحر الشعر اللي هو البحر لازم أسير حق عمري في البحر يمكن إذا غرقت تطلع مني قصيدة إيه على الله لازم أسير البحر خلاص ما عاد أبغي الدنيا ما بعيش إيه نعم بسير بالتحف بحق عمري في البحر في البحر وينو ها؟ إن شاء الله يكون كتب القصيدة. فاتلك شو؟ والله مو كاتب ولا كلمة. خربوط! لك وين رايح؟ شو عم بيصير معاه؟ خربوط! لا
يا ابو جانتي خلاص ما بالحياة ما بعيش، بوي بدخل بالبحر وانا ما اعرف اسبح، خلني اغرق احسن لي واموت. الشعر بطالع يطلع مني يا ابو جانتي. لك شو تقرا ما تقرا؟ لا لا تتهور يا خربوط لا تتهور، تعال تمسك يلا تمسك وتعال عندي عايزك. في ذمتك يا ابو جانتي تاخذ العصايه والاوراق اللي فيها القصيده مو مكتمله وتوديها حق عيالي وقول لهم ان ابوكم غاص في بحر الشعر. العصايه والقصيده؟ إيه شو كاتب الإلياذة؟ إيه ما في ولا كلمة مكتوبة بالورق. فداعت الله يا أبو جانتي. يا خربوط لا تهور يا خربوط. فداعت الله أبو خربوط. يا خربوط 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 سكرات أبوك. لا تعمل أنا خربوط. يا خربوط خربوط خربوط. لا يا خربوط لا في وراك ولاك. لا خربوط يلا أنا أبو الشعر على أبو ساعته. خلي لا يا خربوط خلي يا أبو جانتي خلي لا يا خربوط لا ما تعمل هيك. الشعر ما يبي يطلع. لا لا الشعر ما يبي يطلع. لا ما بسمح لك ما بسمح لك ما بسمح لك ما بسمح لك. خلاص 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 خد نفس. تعال معي يلا تعال معي تعال. إيه يا أبو تعال حياة حلوة. اي والله الحياة حلوة كثير. الحياة حلوة. الحياة حلوة. لا تيأس. لا ما يأس. انت بس تيأس بتهرب على القصيدة. اي والله صدق. انت لازم ترشل انبوز للقصيدة. انبوز؟ يعني تغني لها بحر الشوق. إيه لا طابي بحر الشوق، لا طابي بحر الشوق، لا طابي بحر الشوق. إن شاء الله طلع معك شيء. شو بعد طلع معك شيء؟ شرب سهال. إيه هيك ما راح يمشي الحال. أنت لازم تفهمني القصيدة على شو بدك إياها. على شو بدي إياها؟ إيه. على شو بعد بدي إياها؟ قول. يا حبيبي يعني هلأ التنباك في منه على فريز، في منه على عنب، في منه على كابتشينو. إيه. أنت القصيدة على شو بدك إياها؟ ما فهم علي. يا حبيبي هلأ الطبخة أحياناً بيحطوا لها حد، أحياناً ما بيحطوا لها حد. أحياناً بيعطوها هيك طعمة على على بابا غنوج. انت على شو بدك اياها الطبخه؟ شو بال عليكم؟ قالوا لك انا طبخ؟ انا ابوي شاعر. شاعر شعر مهم طبخ. بلا شاعر. انا برايي لو تشتغل بالطبخ احسن لك. ها؟ شو تقول؟ عم نشم الورد لنهزه. وي هزه. ليه؟ هلا انت يعني بدك اياها رومانتيكيه؟ شو رومانتيكيه؟ طيب حبه عشق؟ لا ما بحب عشق. طيب بدك يا هيك ناشفة وقاسية. هي هذه اللي أنا بها ناشفة وقاسية مشان يوم أوديها وحطها هناك فوق طاولة اللجنة على طول من يجيبونك وهذه القصيدة اللي تستاهل شاعر المليون وفالك. طيب قول من الصبح دواك عندي جهز لي حالك بكرة الصبح كذي. فالك. طيب والله ما عرفت شو قلت. هالطين اللي قلتها بوي بوي خاف الله خاف الله شوي 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 كذاب. لا الله يا ابو جانتي كان حالي بحق ما يسوى علينا ابوي ولا نبغي نصير شاعر المليون. ما بغني شاعر مره فكني. وجه يا ابوي وجه وجه. عندنا شوفيريه عندنا والسفاري مركبنا والشفت شاعر على الطريق دايه ترى السبب حنا. ليك كنت تعنيني انا الشاعر. لا 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 ها تمسك خربوط تمسك. ايه بتمسك ما عليك. انت وين ساير؟ مره في خريمه مره فوق عرقوب مره فوق مره تحت شو هذا شوي شوي. يلا روح ويبلا يا ابو جان. الناس بغى الفلا والجو
صاحبنا. وجعتني. خذي 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 خذي. وابو وابو وابو. حرام عليك. وجعتني وجعك. خربطة وحورت قلبي. خربطتك خربطة. اوف تعبان والله تعبان. شو عجبوه يا ابوي؟ وي على قلبي يا ابوي. شو سويت انت؟ انت بتعرف شو عملت معك انا هلا؟ شو عملت مع الاكثر عن هذا؟ انا هزهزتك هزهزه هيك وخطخطتك خطخطه لانه الشعر كان مرسي بالسفل مشان يطلع الشعر لفوق. وي يا ابوي ما طلع الشعر من تحت لفوق، طلع من فوق لتحت. شو سويت فيا ابو جاد؟ تعال معي تعال معي تعال معي. هلا بدك تكتب احلى قصيده. ايوه انا احلى قصيده. وين جاي بالدهني انت؟ وين جاي بالدهني؟ وين الحين بكتب القصيده؟ بالله عليكم اكتب القصيده عشان اوديها للجنه، لجنه التحكيم، مشان اغادي شاعر المليون في هذا البرنامج العالمي. وبعد بو جانتي اذا ما كتبت القصيده بيفضحني بلسانه، ولسانه متبري منه. هي الله يسمعني وراجد الحين. يا جمل يا جمل يلي غير مؤدب لازم انت تتأدب. لا لا هاي قصيده بيضحكون علي اللجنه، بو جانتي بيضحك علي يدري بدي. القصيده هبطه تطلع شو اسوي؟ الفكر كله ضاع وخاس. لكن تدري يا صاحبي يا جبل، هي خلينا نصير في الصحراء هناك ونتمشى، يمكن حبل افكاري ترد علي وتجيني بنات افكاري. بس خلنا نشوف ابو جانتي ويني. هي ابو جانتي نايم في سابع نومه براي. احنا بنصير خارب نكتب القصيده. لك وين راح؟ حتى الجمل ماله هون. خربوط خربوط خربوط. خربوط ماله هو؟ لك شو كان بدك بهالشغله يا خلاقه بجانتي؟ انا من لما شفته على الشجره عرفت انه بده يجيني من ورا مصيبه. بس يلا الناس لبعضها لك ابو جانتي، بعدين تو الزلمه ادم يؤمن حلال ولازم نساعده. بس كمان هو يساعدني يعني شو عم بيساوي؟ وين راح؟ شو بيفهمني بالصحراء انا؟ خربوط خربوط. يا ابو جانتي يا ابو جانتي طارت حمامة فواتي. يا ابو جانتي وين ابو جانتي؟ يا ابو جانتي ابوي القصيده طلعت والشعر يا وانا ضعت ضعت يا ابو جانتي بالصحراء ضعت. وينك تنقذني يا ابو جانتي؟
او يا قايد الناقة وصلها مشتاقة للحبيب الغالي ما اقدر على فراقة وينك يا ابو جانتي انا داري وداري وانت داري عن جروحي وظرفي واعتذاري لكن التغلي فيك عادة وانا مليت من طول انتظاري وانا مليت من طول انتظاري وينك يا خربوط وينك يا خربوط لك وينه هاد؟ خربوط! لك شي بيغرق بالبحر؟ شي بينام بالجنينة؟ شي بيضيع بالصحراء؟ لك والله راح يجنني! شو بدي أعمل هلا؟ مالي غير اتصل بالشرطة. ألو السلام عليكم. محسوبك أبجانتي أنا ضايع بالصحراء مو ضايع أنا رفيقي ضايع إيه رقم تليفونه والله ما بعرفه لأنه هو زبون طلع معي أنا يعني شوفير تاكسي إيه معه جمال هو إيه مزبوط أنا هون ليكني جنب هاي صح شو شايفني معه جوال إيه معه أكيد لازم يكون معه جوال 300 متر مشرق ايه يعني ورا هاي التلة طيب مبين معك جمال شي لانه معه جمله طيب يلا منيح اللي لقيتوا لنا يا هلا بروح بشوفه شكرا اذا ما بين بحاكيكم شكرا 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 شرطة يا بعيري يا الباكستاني ابو جانتي صار وخلاني يا بعيري يا الباكستاني ابو جانتي صار وخلاني اي والله شو اسوي لا حول ولا قوه الا بالله منين فتنا وين صرنا وين طلعنا يا بعيري يا الصعاب انت مهب من نسل العرب يا بعيري يا الباكستاني ابو جانتي صار وخلاني يا بعيري يا الصعاب انت مهب من نسل العرب خربوط لك هيك بتروح بتتركني يا ابو جانتي يا ولد الحلال انا صرت ادور لي مكان زي في ذا البر الوسيع تسمع في ذاك العشب الطيب كنت بكتب القصيده ويرتني الافكار وكتبت القصيده ويوم بغيت انا الشيء ادور عليك البعير مره هذا صعب تم حل برك وفسد مره ما نش بس تركتك بجمل رجعت لقيتك بجملين جملين ترى هذا ولد هذا وهذا كان في الصحراء في الفلو الحين يا يسمع قصيدتي المهم هلأ قال لي إن شاء الله طلعت القصيدة طلعت القصيدة وبسمعك إياها وانت تحكم عليها قبل ما يحكمون عليها لجنة التحكيم في شاعر المليون هي بسمعك عاد القصيدة الحين اسمعها زين عاد هاي دبارة وهي شحطة من السكارة العمى وهي دوسي هات لك بوسي راح ناخذ خبز من القهوه وناكل قهوه من الفرن هيشه طيب طول بالك وين 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 جهار يا كيكه اللايف عمي انت شو دخلك عم نحكي لمصلحتك لك اخي لا تتداخل فينا قربان للنبي انت شو يا جماعه جهار يا كيكه هلا العمى الله اكبر خلص عاد اخي عاد خلصنا والله ساقطة معك اليوم بيخرب بيتك على الحظ تعال برجيني يا شيخ تعال
ايش غير؟ ويقول الشاعر في القصيدة الو وحيد بس صرح الصحراء ولا حولي رقم خاص اصحاب بري علي الا الجمل عندي والله ما قدرت احكي معك تلاقط عيونه ايش مفكرني فاضي لك انا بس ما عندي شغله غيرها شو هالحاله هذه لا يا ايه. جمل قلبي من الوقت ايه. من 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 اي ما تخلص بعدين بحكيك على الله والله ما عم بسمعك وحظي تردى لك يا عم والليالي لك انت بتعرف وين انا تخونه لك انا ضايع بالصحراء انت هلا بالصحراء اي واقف عندك محل ما انت واقف خليك جاي لعندك دغري انا وينها هلا ما راح احسن اشي بس ركز معي مشان خلصك من الصحراء ولي بالصحراء اوعك تمشي دغري امشي زيكزاك بالصحراء دائما بيمشوا زيكزاك مو قلاوز انتبه هنيك في طباع لانه بيلحقوا اسره طباع الصحراء شرسين كثير يا لطيف شو هالحال هاي نعد قصيد وهاي ارمس في التليفون خلص خلص عماد وينها بتضلك ماشي لحتى تلاقي واحه عرفت الواحة؟ ايه اي الواحة اللي دايما في حد منها شوي جولة مي ونخلتين يعني لك من تبعون السندباد وعلاء الدين دايما بيلاقوا واحة وبتستنى لحتى تجي القافلة عرفت شلون بيرجعوك على القلعة بس توصل على القلعة سأل عن قائد الجيوش قل له بعدني لعندك عماد هذا اللي دهن لك بيته بحكيك انا بحكيك خل يا غير انا وياك الو اتصل الخط الو يا ويلي لا هذا اكيد اكلوا طبع الله يرحمك يا حبيبي يا صديقي يا رفيق عمري ماما يا ويلي انا قلت شو بدي اخبر على خالتي ام النور انا لك مين ام النور لك انا قلت له لا يمشي لا يمشي الا زيكزاك بالصحراء ما بيمشى معه على واوز شو زيكزاك ما زيكزاك لك شو بدي اخبر على ام النور انا مين هي ام النور دخل عليك انت الله يصدق علينا الله يوديه العام اخي العام شباب عمو العمو وين الطريق اللي يوصل للاقرب قل لي تراني ضقت من المهونه مهونه وش فيك ساكت والزعل ماله اسباب احباب اسباب اقول لك احباب هذه اسباب ليك مبينه بعدهم مخلصني بدنا نلحق اللجنه اي والله صدق ذكرتني باللجنه لازم اودي لهم اليوم القصيده مشان يشوفونها ويحكمون عليها يلا قوم معي اي والله لازم اودي الجبل معاي لك شو بدك بالجمل تاخده معك على اللجنه يا رجال لان هذا اللي يبحث بالافكار وخلاني اكتب القصيده هلا هذا هو السبب اللي خلاك تكتب القصيده وانا ما دخلني لا ماشي ابقى قابلني لا 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 تعال تعال ابو جاد يا ابو انت البركه لا تزعل يا ابو جاد بركب معك ماشي لا لا يا رجال لا تزعل تعال اقول لك تعال لك علي الحلال بدي اقول لك كلمتين شايفه هذا خربوه انت بتعرف تكتب شعر اكثر منه خاطرك لك شبك شوفي ليش مبوزنا من الصباح صب لك قهوه ما بدي اشرب الدراب السخن لك ليش شبك شوفي ما في شيء اسمعي امي انا ما عاد فيني اتحمل يكون رجل كرسي بهالبيت يا ريت تكوني اجر كرسي اشي له فائده اجر الكرسي ماشي يا امي هيدا انا اذا مو بكره بتفش من هالبيت وبتشرب البراري وبخلي الرضبع تنهشني نهش لك تقبريني بس احكي لي شوفي شبكي على اساس ما بتعرفي يعني اي والله ما بعرف احكي لي فضفضي ليش خبيتي عني انه ابو جانتي دارس بمصر ابو جانتي دارس بمصر لا تنكري امي سمعتكم باذني لما عماد قال لك بعظمه لساني انه ديان المصاري من ابو جانتي لما كانوا بمصر ها ايوه عم تتنصتي علينا القدرساني من كبر البيت على اساس يعني شو عمل طقت الكلمه باذني بتقومي من خلقتي ولا طق هالركوه براسك قومي ماشي يا امي خليكي عم تعامليني هيك جننيني ايه جننيني مشان بطل اتجوز وضلني قعدت لك هون بالبيت شو جنيتي انتي هسترتي لك بالعيله كلها ما في حدا مجنون لمين طالعه ما بعرف انا داري وداري وانتي داري عن جروحي وظرفي واعتذاري لكن التغلي فيك عادة وانا مليت من طول انتظاري وانا مليت من طول انتظاري
تأكد قبلي لا تزعل يا خربوط. الله تثبت مثل مسلم والبخاري. وانت يا ابو جنتي سوقك مضبوط تمشي والسوق سوق باعتباري. بدنا اياك ترفع راسنا قدام اللجنه ها. طلعت روحنا لحتى طلعت القصيده. الحمد لله يا فعليك فالك طيب. وين القصيده اللي تكون ضاعت ها؟ اه ضاعت؟ لا ما تطيع. عفا عليك انت، هذه القصيده موجوده. هذه القصيده طال عمرك كتبناها بركات الله وبركاتك، وبوديها للجنه، بخلي اللجنه يوقفون ويصفقون، وخلي الجمهور كله يضحك ويبكي ويقعدون يصفقون لي ساعه كامله يقولون يعيش خربوط بن مربوط، عيش خربوط بن مربوط، عيش خربوط بن مربوط. يا حبيبي موعود مو نحنا فتنا بالحيط الحيط فات فينا مو نحنا رحنا عالبيت البيت راح علينا أدنيك يا حيط صغر وعينينا يا حيط علينا يا حيط لا تعتب علينا عمل كبر إن شاء الله عم نسجل الحوار كنا نمشي الحيط الحيط والحيط ستر لينا لما منتعب يا هالحيط انت بتسند فينا لك الله ليهدك يا حيط والله يرقب فينا بقينا فيك يا حيط براغي وأسافينا نحن الناس وانت الحيط نحن الحيط وانت الناس لك نحن الناس وانت الحيط نحن الحيط وانت الناس وعم تفهم علينا يا حيط علينا هيضل شي ما فات فينا طرشان هوا ما حدا عم يسمع حدا أضل حيط على حيط أي حيط البيت راح علينا